علاش البركاجيه تزادت بصفه غريبه؟ شنو السبب؟ من الفقر. من الفقر عباد تولت تفك. انت يروح لدارو ما يلقاش عشاء، اش تحبو يعمل؟ شوخ مشي يسرق تو. عنده حاج. ما عنده باش يعمل. يلقى امه مثلا ما عنديش حق دوية، هو بطال. ما عندي برشا حابط باش يخرج يبراكي. تلقاه بوه مثلا مريض ما عنده ما يعمل باش يخرج يبراكي، باش يمشي يسرق، باش يخطف، باش ينطر. ما عنده ما يعمل. هذيك هي العيشة في تونس. خليه يعيش وخليه يتمتع وشو مشكل. شكون اللي يعيش؟ اللي يعملوا البركاجات خليه يتمتعوا. ما يستقطوش. كيفاش؟ شي ما يعيشوش خليه. تشجع على البركاجات انت؟ لا مش كل، خليه يستقطوا. ترضى شكون يبركيك انت وينحي لك فلوسك وبورتابلي البورتابل نتاعك كل شيء؟ عادي. كان بركاني عادي. هي دولة قاعدة تبركي فينا بطبيعتها. الدولة مش قادرة تبركي فينا. اسمعني. الدولة تبركي في شعبها؟ ها؟ ولا تفك لنا فلوس؟ لا أنت غلط. شو بك ضحكت؟ غلط أنا. كيفاش؟ أنت تاكل بركاجات بالسكينة؟ أكل حموم شعبية؟ لا ما يلعبوناش. أما اللي ما نجموهاش بركاجات الدولة فكت لنا فلوس. ساعة أول حاجة تقصير من الإطار والمحيط نتاع الجاني. نحكيو نسبيا من الاطار نتاع جاني العائلي ولا الاطار معناه اللي داير بيه حومته وصحابه وكل هذا هو معناه اول كيما نقولوا احنا اول فلاش الحكايه هذه ديما يكون تقصير من الاطار نتاع جاني نحكيو مثلا كيما نقولوا تقاي ينطر ويبراكي فماش يكون يوجهوا فماش يكون يحطوا على السكه صحيحه فماش يكون معناه دي بانو واقفين له لاهين بيه فماش معناه الاوليام تاعهم مسيبين صغارهم ما يهموش هو فيك انت كيفاش تخرج وتجي واللي يسرق دجاجه يسرق يسرق جمل. فهمت كيفاش؟ دخل معاك انت مثلا ماش عارف انا لقاك شاري مونجيلا لابسها ولا مش عارف شنو ما يحاسبكش الولي نتاعك ولا ما يقولكش منين جبتها ولا كيفاش؟ معناها فهمت كيفاش؟ ما تنجمش تحصر على الحكايه ما تنجمش نسبيا ما تنجمش تحصر على الحكايه. فهمت كيفاش؟ معناها هكاك والفقر والبطاله عندها زاد كيما نقولوا عندها جانب كبير برشا في الحكايه. البطاله والمعبئ واللي يشدوهم يسيبوهم. واللي يشدوهم يسيبوهم في سافيسا معناتها نورمالمون اللي تشد يتحكم حاجه بيه باش يتربى مش يشدوه اليوم يعديوه نهايرين جيور ويسيبوه والبطاله برشا بطاله على الاقل كي يخرجوهم يخرجوهم العباد ما تخليهمش ترجع ترجعوهمش تقدر تزيد بالعكس يزيدوا يغموا على البلاد نهارين بالبلافون نتاعها ويسيبوه نهارين جيور ويسيبوه نورمالمون على الاقل اقل مينيموم 6 شهور على الاقل تعرف العبد اللي حاكم يشد او كيشد مش هكا مسيبه كل انا مثلا تصير لي اي حكايه نمشي نشكي اي برد ما صار شيء ما تاخذش حق صحيح حتى تاخذ حقك تمشي على روحك تلقى في الحومه مسيبينه تي خاطر كفر تاك العبيد اللي جاي من الجبور هذاكم اللي تعرفهم يا معلم شنو جبور؟ كان مشوريس نسموهم نحن مش ولاد بليه مش ولاد حمد انت مش تو اشترى لهنا في السونتر فين ماكش تلقاه ولاد بليه كل جاي من الابعاد يحب يحير اسمه لهنا يحب يحير اسمه هكا ينطر لذاك باش يولي هكا باسمه لهنا تولي تهبط غدوه تولي تخاف منه فهمت صاحبي كفرتك جبورك الماجوريوس يا معلم اللي يجيو من الابعاد تونس يجيوها من كل بلاصه يعني من الجنوب من الشرق ليه مش كيفنا احنا كي نجيو من حملم مش كيفنا نحن نجيو من حملم كيما قاعد يجي كمان ترش عليه من بر منين يجي تي ما تحرش عليه ما نذكرش ما نحكيش على البلايص عرش عليه منين يجيك من بلاصه يا ما برشا خاطر يجي فهمتني يجيك برشا من غاديك يحب يحير اسمه لهنا هكا ضرب هذاك يولي بارب وباندي شو يولي باسمه لهنا في السنتر فيلي يخافوا منه لعبه يعني كيما تلقاه مرات خويا مرات تلقاه يهبط يفك لهنا يجي يهبط ويفك لهنا يجي الحملم فهمتي شوف جونا به غاديك لا فما لا نترة تدخل حتى تدخلش طفلة ما ساعتين متاع الليل للحوم سيري لها شيء كيما تدخل كيما تخرج سبب على خاطر فماش حكم اللي باش يعني تشد واحد انت ياو يبراكي وتشكي به ونهار نهارين تلقاه يخرج يدور هاي لهنا كلها بركاجات وينتكع زوز متر وزر داخلي يعني
يعني حتى في قلب العاصمه هوني فما بركاجات، في شارع الحبيب بورقيبه فما بركاجات. الشكايات كل يوم تمشي، الشكايات كل يوم تمشي، والعباد كل يوم تتبركى، وكل يوم عباد تشكي، واللي ما يشكيش اللي يقبلها ويسكت. يبركيو بعد بالماريوم، يبركيو ورا لافيني بالضبط، وفي شارع باريس، يبركيو في شارع الحبيب بورقيبه ورا بالماريوم، برشلونه، فما بلايص ولات معروفه في تونس العاصمه. بعد 9-10 بتاع الليل ما يلزمكش تمشي فيها. صعب شعب تيقر، تفهم فيا؟ شعب تيقر ما لقاش خدمة، فهمتني؟ وقت شوف فهمتني في السياسة تنوفيق وكذا وكذب وتبرعيت هيك، وصعب يا شعب تيقر هذيك الدنيا. وعلاش يقول لك فهمتني تشوف فيها معناها حراقة الكل حرقية، تيقروا الشعب التونسي تيقر صح. سمحني اليوم اللي ما عندوش فلوس وبطال يمشي يبركي؟ لازم عليه هو، فهمتني؟ صعب هيك هو معناها يمشي معناها، وما عندوش حتى فرنك، حتى باكو سيجار وما عندوش قهوه، ما عندوش، لازم عليه باش تبرك، اوبليجي عليه باش تبرك، فهمتني؟ وكل واحد ومخه، فهمتني؟ مش وكل واحد ومخه، مش الناس الكل، فهمتني؟ وان شاء الله ربي يهدي. وهذاك هو فما مشكل تاع مخدرات وكل حاجات هذوكم الكل، ولا لا صح نعاود سويخه خمه. كيفاش المخدرات اليوم؟ المخدرات تبيع في الليسيات، تبيع في كل بلاصه، في كل حومه، في كل شارع تلقى 10 لحامه ومعروفين وما تشدوش هذيك. يعني اليوم المروجين نتاع المخدرات وال والزطله وغيرها يعني من السموم، يعني اسباب احرار من اسباب لوجوا على الفلوس باش لوجوا على الفلوس لوجوا على الفلوس باش يلقاو باش يشريوا المخدرات نتاعهم، زات لاشرا حرابش كوالين وكذاكم الكل. اوكي شنو الحلول اليوم باش نقضيو على البركاجات؟ الحلول ان الدوله معاش تشد الكبار. هاو قالك برشا يعني يمتهنوا في النطره والسرخه. كيف برشا يمتهنوا فيها خدمه وليت؟ وليت خدمه بالطبيعه، عباد ما عندهاش باش تعيش، فماش خدمه، فما حتى شيء، هذه اكثر حاجه مهمه معناها. انا ما عادش فما هذا، ما كل ما فماش الفقر والبطاله يشجعوا على البركاجيات. وما لاش نمشي تو تلقاه بطال قاعد في قه ما عندوش حقه، واش يمشي يعمل؟ باش تلقاه يمشي يخدم في شركه، ما ماشي يمشي يفك ولا يمشي يسرق. البطاله فما ملايين بطاله في تونس، كل يمشي براكو تو. فما اللي تلقاه خويا بطال تعطيهم، هما ليه بطل يقولوا بو برا اخرج للشارع، تصرف من الشارع، مش في تجيب هو في الشارع، مش يلقى 50,000 طايحة ولا مش يلقى 200,000، ومش يمشي يفك، مش عنده ما يعمل، هذيك هي العيش. انت كي تبدا بطل ما عندكش فلوس تبراكي العباد؟ ايه صح، ما مبراكيش، اما نفك. كيفاش تفك؟ ننطر. كيفاش تفك؟ كيما سنين كيفاش تفك؟ فك العباد، ما تفكش العباد. نجي لولد حومتي نحكي معاه برجولي يسلفني فلوس اللي سال فيها ربي. يسلف الشعب الكل يتسلف، اما اي ما فما اللي يقول لك تبدا كيما ولد حومتك تسلف من عنده المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، يقعد يمشي يقعد يسلف فيك 50 مره. بنك الاسكان هو مش بنك الاسكان. برشا يمتهنوا في البركاجيات، هذه خدمتهم، يقوم يعني العشيه يخرج العشيه يبدا يترصد في العباد اللي عندها فلوس. صحيح هذا؟ بالطبيعه صحيح صحيح. كي زدنا نحكيوا احنا زدنا على جانب المخدرات لهنا، هو من ما يهموش، هو عليه يجيب شيخته كما نقولوا معناها نحكيوا لغه حوم، هو عليه يجيب شيخته ما يهموش، فهمت؟ خاطر باش يوصل سانتان مومو باش يبداها بالدخان، بعد يمشي للزطله، بعد يمشي للحرابش ولا واحد، سانتان مومو ما عادش عنده فلوس، ما عندوش فلوس، هو ما ترباش من الصغر يعمل على روحه، فهمت كيفاش؟ ما تعمل من الصغر ما تعملش اللي عامل على روحه، فهمت؟ دونك يولي نسبيا يلزم يجيب شيخته، ما يهموش هو كي ينطر يخطف يسرق يوصل شكون حتى يسرق دارهم، معناها المهم عطيه يجيب شيخته، معناها فهمت كيفاش؟ ما فماش راه واحد معناها عنده عائله ولا عنده صغار ويسرق ولا يخطف على خاطرهم، فهمت كيفاش؟ ما نجمش تحسن راهو اللي يسرق ولا يخطف ولا يبرك مش باش يشري حليب صغار ولا يكذب عليك للشيخه وكاو مي فيها اللي يبدا الاخر شي التليفون تاك ينطر له هاك غدر حي تهبط انت يا ذاك كم طرت له انا التليفون يخاف من يولي خايف من يجي يفك له فلوس. يذيعكم صاحبي كالجبورة حاشا. كيفاش لازم يتم التعامل معهم؟ كيما ولاد البلاد، كيما ولاد البلاد صاحبي، يري واحد جبري يبدا كاكا يحب يزلط، شد ياكل تريح. صحيح. زاد الحاكم يخدم في خدمته، خلي ناقص.
يا كل يوم شدي يوقفوا تك خليك على راس زياد يلزمهم كار يلموهم هذوكم هكا جبوره بالرسمي تقفلهم كار لهنا في السنترفيل تحل تعبي لهم ماي عبي وروح لبلادك يمشي يخدموا في بلادك.